السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومع فيديو جديد. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد المنتوج اللي هو كيتو ديرم. هو عبارة عن جيل يكون في واحد لي ساشي اللي غيهنيك من مشكل القشرة، سواء القشرة ديك الرقيقة او الغليظة، ولا اللي كيعاني من مشكل الفطريات الجلدية. فهاد المنتوج زوين زوين بزاف، حيت ضروري ما نعالجو الشعر ديالنا الا كانت فيه القشره، حيت الا ما تعالجاتش كتسبب لنا هي كذلك مشكل ديال تساقط الشعر. فهاد المنتوج انا جربته شخصيا في الشعر ديال بنتي، كانت عندها القشره وفيها لقيت واحد النتيجه اللي هائله ومرضيه. الطريقه ديال الاستعمال تيكون فيه 8 ديال لي ساشي، تيكون فيهم واحد لوجيل اللي كنستعملو يعني فاش كنكونو كنغسلو الشعر ديالنا، كنوضعوه في الشعر ديالنا وكنخليوه لمدة ديال 10 دقائق. بطبيعة الحال كيكون الشعر فازك، من بعد كنغسلو الشعر ديالنا بشكل عادي. مدة الاستعمال ديالو تقريبا شهرين، ولكن النتيجة راه كتبان من الأسابيع الأولى. بالنسبة للثمن ديال هذا البرودوي فهو كيدير 84 درهم من عند الصيدليات.